البداية لابد أن أتوجه بالتحية والتقدير وأتقدم بالشكر على الدعوة الكريمة التي وجهت لجمعية أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والاتصال بهذه المدينة الجميلة، مدينة البغاز طنجة، للمساهمة في هذا الملتقى الهام، ملتقى البغاز للإعلام الجهوي في دورته الخامسة حول موضوع الإعلام الإلكتروني بين الكفاءة المهنية والالتزام بالقوانين والتجاوزات الأخلاقية، بمعية عدد من الأصدقاء والأستاذة والأكاديميين الزميلات والزملاء. تدخلي سيصب في الشق المتعلق بالصحافة الجهوية بصفة عامة والصحافة الجهوية الإلكترونية بصفة خاصة. وفي هذا السياق أقول أن الصحافة الجهوية في المغرب باتت تعرف متغيرات كثيرة، خاصة في ظل تكاثر المواقع الإخبارية المهتمة برصد سكنات وحركات المجتمع. ولئن كانت الأحداث والتفاعلات التي عرفها المشهدين السياسي والاجتماعي في المغرب في السنين الأخيرة قد ساهمت كثيرا أو قليلا في ظهور ما يسمى بدور المواقع الإلكترونية أو على نحو ما ساهمت في اتساع رقعة انتشارها، فإن هذا البروز رافقته إشكاليات كثيرة، بل وطرح علامات استفهام تشكل في الوقت الحالي أحد أبرز المواضيع التي تفرض نفسها بإلحاح في النقاشات الدائرة حول مجتمع التكنولوجيات والمعلومات. وظهور الصحافة الإلكترونية الجهوية بالمغرب تزامن كذلك مع تطور ملحوظ في نسبة استعمال شبكات الإنترنت في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو التطور الذي بدأ يزيح تدريجيا دور وسائل الإعلام التقليدية في تقطير الرأي العام وتحقيق وظائف الصحافة في المجتمع، حيث ولج المغرب الإنترنت كما هو معروف منذ سنة 1995، وبعد 24 سنة أي في نهاية 2018 يستفيد أكثر من نصف سكان البلاد من خدمات الإنترنت، أي حوالي 24 مليون مستعمل، حيث يتجاوز المتوسط المحدد على الصعيد الإفريقي والبالغ 36 حسب تقرير موبايل روبورت 2019 الذي يعزز فرضية تنامي عدد متابعي الصحافة الإلكترونية بالمغرب. وفي سياق ظهور الصحافة الإلكترونية واتجاه المغرب نحو تبني نظام جديد لتدبير التراب الوطني بعد الخطاب الملكي الداعي إلى إقرار الجهوية المتقدمة والشروع في المرحلة الموالية من مسار الجهوية المتقدمة، طرحت أهمية الإعلام الجهوي والمحلي في مسايرة هذا التحول السياسي الحاسم في مغرب ما بعد استقلاله. ولا بأس من التذكير في هذا المقام بأن النقاش حول الصحافة الجهوية ليس ولد اليوم، ولم يأتي في ظل موجة الصحافة الإلكترونية، إنما برزت ملامحه الأولى خلال انعقاد المناظرة الوطنية حول الإعلام سنة 1993، حينما دعا مجموعة من الإعلاميين والصحفيين إلى إفراد مجموعة من التوصيات النهائية الخاصة بالصحافة الجهوية الورقية آنذاك. والواقع أن الصحافة الجهوية شهدت تعثرات جمة، ولم تؤسس لفعل صحافي قوي يسمح بظهور جرائد جهوية تستجيب لمقومات الاحتلال. وحتى الصحف الوطنية التي لجأت في مرحلة بعينها إلى انتداب مراسلين جهويين فشلت إلى حد بعيد في استحضار البعدين المحلي والجهوي في محتواها، نظرا لطغيان النظرة النضالية والحسابات السياسية على المضمون الصحفي. لكن تناسل المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية أعاد إلى الواجهة النقاش القديم الجديد المرتبط بالارتقاء بالصحافة الجهوية في صيغتها الإلكترونية، بيدنا العناية بالدينامية الكبيرة بالصحافة الإلكترونية الجهوية أو المحلية لا تلتهم فقط بالأدوار التي من الممكن أن تنفذ بها في سياق استعداد الدولة المغربية للانتقال إلى تدبير ترابي جديد يرتكز على الجهوية المتقدمة، بل إن هذه العناية تسائل المهتمين والأكاديميين عن إشكاليات جديدة فرضتها الصحافة الإلكترونية الجهوية في مقدمتها إشكالية ضمان الاحتلال وتكريس أخلاقية المهنة، مع ما يتمخض عن هذه الإشكاليات من أسئلة تتصل أساساً بالسبل القانونية بتطوير الصحافة الإلكترونية الجهوية في علاقتها بالمستجدات الطارئة في مجال الصحافة الإلكترونية بالمغرب. من الواضح جداً أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تقترن بإعلام القرب أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى المنافسة الشرسة من طرف الصحافة المكتوبة والتلفزيون. في هذا الصدد يجيب الأستاذ عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والتصاميم،
على سؤال محوري حول أهمية مبدأ القرب في الصحافة الإلكترونية، اللي يبرز أن مبدأ القرب يمكن أن يحقق التميز بين الصحافة الإلكترونية وباقي وسائل الإعلام الأخرى. ويرى الرامي أن القرب الجغرافي ليس هو وحده من يحقق مبدأ القرب، بقدر ما هناك أبعاد أخرى يمكن أن تتولد عنه، وهي القرب النفسي والعاطفي، وهي أبعاد لا مندوحة من استحضارها في ممارسة الإعلام الإلكتروني. بالنسبة للكتاب الأبيض، اعتبر مسألة ترسيخ مبدأ الإعلام القرب مدخلا أساسيا لتحسين محتوى ومضمون الصحف الإلكترونية. تساهم الصحافة الإلكترونية في نشر وتوزيع الأخبار بشكل سريع وفوري ومستمر، وبقدر قرب الصحافة الإلكترونية من المواطنين تزداد أهميتها ونسبة انتشارها، وتصبح هذه الصحافة التشاركية كلما عبرت بصدق ودقة عن آراء المواطنين وأفكارهم واحتياجاتهم ومخاوفهم ومشاكلهم، وأتاحت لهم التفاعل معها خاصة عن طريق إشراكهم في موادها التحريرية. ويبدو ملحا أن يتجه تطوير محتوى الصحافة الإلكترونية المغربية نحو تعزيز المحتوى المحلي والجهوي بشكل يعكس خصوصية الجهة ويوطن إعلام القرب. ومع مجيء الإعلام الإلكتروني تغير الوضع كثيرا، وغدت المواقع الإلكترونية الجهوية مصدرا أساسيا لنقل المعلومات واستقاء الأخبار. لقد عانت الصحافة الجهوية المكتوبة من عواقب كثيرة، وهي تواجه سؤال بقى أمام غياب المطابع وتركزها في محوري الرباط والدار البيضاء، مما حدث بوزير الاتصال السابق المرحوم محمد عربي المساري في عهد الحكومة التناوب التي قادها الأستاذ عبد الرحمن يوسفي إلى التفكير في إنشاء مطابع جهوية، لكن مغادرة المساري الحكومة حال دون ذلك. إن التفكير بهذه الصيرورة قد يسعف في فهم بعض الميكانيزمات استغلال المواقع الإلكترونية الجهوية التي أصبح البعض منها يتوفر على مقرات وعلى مكاتب بفضل المداخل المالية، بعض مداخل. واضح إذن أن المشكل الاقتصادي بدأ يتوارى بالنظر إلى الكلفة المنخفضة لإنشاء المواقع الإلكترونية، لكن سؤال أخلاقية المهنة ظل أكثر من الحاحية، بل شكل الحلقة الرئيسية في كل النقاشات التي همت موضوع الصحافة الإلكترونية بشكل عام. وعلى أقصى الموضوع الذي نناقشه اليوم، تصب كل النقاشات الدائرة بالمغرب حاليا حول الصحافة الإلكترونية في اتجاهين كبيرين: الأول يرتبط بأخلاقية المهنة، والثاني باحترام القواعد المهنية وضرورة تكوين الصحفيين الإلكترونيين. ومبعث كل هذه السجالات هو المخاوف التي تساوي الكثيرين من موضوع الصحافة الإلكترونية بالمغرب في خرق الأخلاقية المهنة. ويقدم الأستاذ عبد الوهاب الرامي كذلك المنسق الوطني للجنة الوطنية أو لجنة إعداد الكتاب الأبيض الخاص بتأهيل الصحافة الإلكترونية خطاط يرسم من خلالها أبعاد أخلاقية المهنة ومؤداها، أن الأخلاقيات هي كل ما يمس ظاهر دولة القانون والسلم الاجتماعي وأمن الأشخاص والحياة الخاصة والحق من والعنف والكراهية والتمييز والمساس بحقوق الأقليات والفئات والأداب العامة، والالتزام المهني هو التزام الأخلاقي، والتزام المهني يجنب كثيرا من المزالق الأخلاقية ومن المشاكل أمام القضاء. من جهته يحدد الإعلان مبادئ الفيدرالية الدولية للصحفيين بممارسة مهنة الصحافة قواعد أخلاقية مهنة فيه: أولا، إن احترام كل من الحقيقة وحق الجمهور في معرفتها يشكل الواجب الأساسي للصحفي. ثانيا، انسجاما مع الواقع مع الواجب، سوف يدافع الصحفي في كل زمان عن مبدأ المزدوج المتمثل في حرية تقصي المعلومة ونشرها بأمانة، والتعليق والنقد والحق في التعليق العادل والنقد الأمين. ثالثا، لا ينقل الصحفي أو الصحفية سوى الوقائع التي يعرف مصدرها، ولا يحذف المعلومات الجوهرية، ولا يزور الوثائق والمعطيات والكلام. رابعا، لا يستعمل الصحفي من أجل الحصول على معلومات أو صور وثائق إلا وسائل عادلة. خامسا، يبذل الصحفي قصارى جهده ويستعمل كافة وسائل من أجل تصحيح كل معلومة منشورة ظهر أنها ضارة وغير صحيحة. سادسا، يحافظ الصحفي على السر المهني فيما يتعلق بمصدر معلوماته المحصل عليه بكيفية سرية. سابعا،
يحترز الصحفي من أخطار تمييز تروج له وسائل إعلام، ويقوم بكل ما في وسعه من أجل تفادي تسهيل كل تمييز من هذا النوع قائم بخاصة على العرق والجنس أو العادات الجنسية أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي. ثانيا، تعتبر أخطاء مهنية جسيمة انتحال، التشويه بسوء نية، الافتراء، النميمة، التشهير، اتهامات غير قائمة على أي أساس أو قبول مكافأة ما عن نشر خبر أو حذفه. تاسعا، يلتزم كل صحفي جديد بهذا الاسم بواجب المراعاة الصارمة للمبادئ الواردة أعلاه. والصحفي الذي يعترف بقانون كل بلد لا يقبل في المجال المهني إلا قضاء وضرائه خارج كل تدخل حكومي أو غيره. إذن من الواضح جدا أن معظم الإعلانات التي نصت على ضرورة ترسيخ أخلاقية المهنة خصص حيزا كبيرا من بنودها للتركيز على رسالة الصحفي في المجتمع. أما بخصوص المشاكل التي تعانيها الصحافة الجهوية الإلكترونية فيمكن إجمالها في النقاط التالية: صعوبة الحصول على الخبر أو المعلومة، ضعف الموارد المالية والبشرية في مجال الصحافة الإلكترونية، غياب دعم العمومي مركزيا وجهويا. لحد الآن لا توجد أي جريدة جهوية توصلت للدعم نهائيا. هناك فقط بعض المواقع الإلكترونية الوطنية هي التي أخذت وهي معدودة الأصابع. الإكراهات التقنية والمادية والمعلوماتية، ضعف التكوين وقلة دورات تكوينية وتأهيلية، صعوبة حماية حقوق الملكية الفكرية للمقال في المجال الإلكتروني، غياب الوعي في المجال الإعلام الإلكتروني، وعلى المستوى التنظيمي قليلة هي الصحف التي توفر على الموارد البشرية المؤهلة لتحيين مواقعها الإلكترونية في الوقت المناسب، ضعف حجم الاستثمار في القطاع بخلاف ما يجري في البلدان العربية أو بعض البلدان الغربية عفوا أو بعض البلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. النقطة الأساسية وهي التكوين كمدخل في الاحتلال. في المغرب كما هو الحال في عدد من البلدان ذات التجربة المتواضعة والهشة والحديثة في مجال الصحافة والديمقراطة، توجه انتقادات إلى بعدين في ممارسة الصحافة المهنية والأخلاق. ومن الضروري أن نؤكد هنا على أن مثل هذه الانتقادات تنسحب كذلك على الصحافة الجهوية الإلكترونية المغربية. لقد كان تدعيم الصحافة الجهوية المغربية من بين المقترحات التي ظلت دائما محط نقاش بين السلطة الحكومية والفاعلين الإعلاميين فيما شكلت منظر الوطني للصحافة سنة 1993 بداية اهتمام الصحافة الجهوية الورقية، وكانت توصيات واضحة في هذا الشأن مرتكزة على الدعم المالي للصحافة الجهوية. من جهة أخرى أفرد الكتاب الأبيض الخاص بتأهيل الصحافة الإلكترونية بابا الحديث عن تأهيل الصحافة الإلكترونية الجهوية، حيث اقترح أولا تنظيم دورات تكوينية جهوية ومحلية بهدف تأهيل الموارد البشرية الصحفية في كل مناطق المغرب ليساهم القطاع في دعم سياسات تشغيل الشباب وتأهيل الثقافة الرقمية وسط المهنيين والمهتمين. ثانيا، إعادة مخططات للتكوين في مجال الصحافة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والجهوي لتنبع من احتياجات كل منطقة وجهة. من المهم أن نسجل هنا أن الصحافة الإلكترونية الجهوية أسست لرؤية جديدة لإعلام القرب، إذ خطت الطبع المركزي للصحف وسيطرت على جزء كبير من القراء لأنها تتصف بسرعة في نقل الخبر والوصول إلى مصادره، ويمكن نميز فيها الصدر بين مستويات كثيرة من قانون القرب. تأسيس على ما سبق لما نصل اليوم بالنسبة للصحافة الإلكترونية الجهوية من اعتماد قانون القرب رغبة في تحسين أدائه المهنية وضمان فرادتها لكن دون المس بأخلاقية المهنة. وللنهوض بالصحافة الجهوية فإن الجمعية المغربية للصحافة الجهوية تقترح ما يلي: تقديم الدعم العمومي مركزيا وجهويا للصحافة الجهوية الإلكترونية مع تقليص العدد المطلوب من الصحفيين من أجل الاستفادة من الدعم من 4 إلى 2. دابا في القانون دايرين باش تاخذ الدعم باش تحصل على الدعم جريدة وطنية إلكترونية أو جريدة جهوية إلكترونية خصها تكون عند 4 صحفيين بالإضافة إلى المدير، وينطبق هذا ينطبق على الوطني والجهوي وهذا لا يعقل. الوطني عنده إمكانيات خص يكون تمييز بين الصحافة الجهوية الإلكترونية والصحافة الإلكترونية، هذا أساسي. خصنا أنا إحنا نقترحوا اللي يكون جوج المدير بإضافة جوج، كما هو الشأن بالنسبة للدعم للصحافة الورقية. الصحافة الوطنية كيطلبوا 7 اليومية 15
الاسبوعيات 7 والجهويات دوريات 3. هذه لان هذا وقت يمشيو على ما هو ورقي يمشيو على الطريقه ديال الحكومه خاصها تمشي في الاتجاه انه تصرع هذا الشيء. ثالثا وضع استراتيجيه التكوين الاساسي والتكوين المستمر تشمل كل التخصصات المرتبطه بالتكنولوجيا الرقميه والصحه الالكترونيه. طبعا الحال النقابه عندها واحد الصندوق خاص بالتكوين ولكن خاص الصحافه الالكترونيه الجهويه هي تستلم هذا الصندوق. رابعا احداث صندوق لتمويل عمليه التكوين والتكوين المستمر بغايه تمكين عاملين في قطاع الصحافه الالكترونيه الجهويه من صحفيين وتقنيين من ادوات التكنولوجيا والمهنيه والرفع من كفاءتهم. خامسا وضع اليه لتقياده ومتابعه وتقييم مخططات التكوين في مجال الصحافه الالكترونيه الجهويه. سادسا تبني السياق التشاركيه في التكوين لانها الاكثر تحسيسا لمواضيع التكوين والاكثر قدره على فرز الاحتياجات وايجاد السياق التكوينيه الملائمه لها. سابعا اشراك مهني الصحافه الالكترونيه الجهويه في التاطير المرتبط بوسائل اعلام جديده من معاهد التكوين الاعلامي. ثامنا احداث جائزه للصحافه الجهويه الالكترونيه بمعايير وتصورات جديده ذات بعد بيداغوجي ضمن الجائزه الوطنيه للصحافه تخلق القدره على المنافسه خاصه من اجل تثمين ابتكار وترشيد المحتوى. وهنا نفتح قوس ونحيي جهه سوس ماسا انه احدث ذات واحد جائزه جهويه خاصه بالصحفيين على مستوى الجهات ونتمنى انه هذه الجائزه الجهويه على مستوى الجهات يعني تطبق على جميع الجهات ويعني ينخرطوا فيها رؤساء الجهات على مستوى الوطني. تاسعا حث مؤسسات التكوين الاعلامي بالمغرب على برمجه الصحافه الجهويه الالكترونيه كماده قائمه بذاتها في مختلف المستويات. عاشرا انشاء اجازه مهنيه خاصه بالصحافه الجهويه الالكترونيه في مجال وسائل الاعلام الجديده بمؤسسات التكوين الاعلامي بالمغرب العموميه والخاصه. 11 تشجيع البحث العلمي في مجال الصحافه الالكترونيه على مستوى الاجازه والماستر والدكتوراه بمؤسسات التكوين الاعلامي وكذلك مراكز البحث بالمغرب. 12 واخيرا تكوين مكونين في مجال الصحافه الجهويه الالكترونيه لكل حلفائها. اذا واحد العدد النقاط نظن قال نقول ان الصحافه الالكترونيه بشقها الوطني والجهوي اثبتت ان بمقدورها سبو مكان الصداره في المشهد الاعلامي المغربي ولانها افسحت المجال امام حساسيات سياسيه وثقافيه كان صوتها خافتا في المجتمع ومقصيا من الاعلام العمومي بصفه خاصه ولان منسوب حريه التعبير ارتفع مع ظهور الصحافه الالكترونيه فان الحكومه ملزمه بمواكبه هذا التحول وتقديم كل الدعم اللازم لتطويره وتجويده. وبموازاة مع ذلك لا تقع المسؤوليه فقط على الحكومه بغية تطوير الصحافه الالكترونيه بل هي مسؤوليه تتقاسمها كذلك يتقاسمها المهنيون مع معاهد التكوين العموميه والخاصه. وبالنسبه للصحفيين الجهويين الالكترونيين لا منص لهم سوى الالتزام باخلاقيات المهنة والسعي الى ضمان تكوين يتسابق مع سرعه تطور القطاع وكذلك من اجل ان يحظى هذا القطاع يعني قطاع الصحافه الالكتروني الجهوي بالمصداقيه وبالثقه لدى الرائع. وشكرا. اشاط الراي للزميل الصديق سي ابراهيم على ما قاله بخصوص القانون ديال 1380 متعلق بالصحافه والنشر. وبين الامور اللي جات للاسف بما متعلق ب يعني الحصول على الاجازه و بطاقه الصحافه هاد الشروط مزيانه تطبق على الجدد. اما كل صحفي او ناشر له يعني رخصه راه ترخيص من النيابه العامه عليه ان لا ينخرط مع هذا المشروع القانوني الجديد مع القانون الجديد. يجب عليه ان وانا اتصلت بها سي الهيشو قلت لك التجا القضاء الاداري وستاخذ حقك قلت لي. وعلى عدد الزملاء اتصلوا بي وقلت لهم عليهم ان يلتجئوا الى المحاكم الاداريه وسينصفون لانه هناك قضاة اكفاء في المحاكم الاداريه. ولكن للأسف لم يتجه أحد إلى القضاء الإداري وهذا خطأ. هذا خطأ يعني الإنسان عنده رخصة بأي مجال
تجارة صناعة اقتصاد أي عندك رخصة ما يمكنش الدولة ليها ما يمكنش دابا غير بالنسبة غير دابا التاكسي التاكسي عنده رخصة ديالو عطاها له مثلا الملك ولا عطاها له جهة الملك ولا عطاها له الدولة ولا الحكومة ما يمكنش الدولة له ما يمكنش وهذا بالأحرى رخصة يعني رخصة قانونية موقعة طرف وكيل الملك إما في 1980 ولا 83 ولا 85 إذا القانون ما يطبقش عليه القانون ديال 2016 خصو يطبق على الناس الجداد الناشرين الجدد وليس ناشرين قدماء لا عندهم رخصة سابقة هذه كان حقها كان عليهم الناس الناشرين التجارة القطع ولكن للأسف الناس خافوا ويعني أنه الأمر ما فيه شيء يعني شيء تخوف هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بغيت نشير لها وهي بعض الصحف الجهوية الإلكترونية عندها اسم مدينة ولكن للأسف يعني ما يعني نادرا ما تتطرق إلى مشاكل تلك المدينة تتخذ يعني قضايا تتعلق بمدن أخرى بقضايا وطنية بعض المرات قضايا دولية وللأسف هذا الشيء خصو يعطي واحد يعني مزيان يكون جريدة محلية جريدة إلكترونية محلية تهتم ما هو دولي ما هو وطني ولكن يكون واحد الباب ولكن الاسم ديالها مثلا اسم مثلا موقع اسم مدينه ما نقولش الاسم هذا خص يعني تطرق وتهتم بكل قضايا التي تهم وانشغالات ديك الساكنه ديك المدينه الدرجه الاولى هذا الشيء معروف يعني القواعد بالنسبه للصحافه الالكترونيه في الدول المتقدمه اللي عندها تجربه هذا الشيء اللي معمول به النقطه الثالثه اللي بغيت نشير لها والمتعلقه بحمايه المعطيات الشخصيه في 2014 دارت اللجنه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه واحد الدراسه شو لقات 95 ديال المواقع في المغرب لا تحترم حمايه المعطيات الشخصيه وهذا مؤسف هذا مؤسف ورجع نستحضر الكلمه اللي قالتها الاستاذه حدك شو وهي المتعلقه خصنا نكون القانون ما في عيب الانسان واخا يكون عنده يخصو الانسان يعرف القانون خصو يهضم القانون قانون الصحافه ماشي شي حاجه كاين ابواب معروفه خصو يحفظها بحال الكود بيرمي كندوزو البيرمي ايوا ضروري خصك تحفظ الكود اللي ما حفظتو قال ما قاريش كتحفظو نفس الشيء بالنسبه لهذا ما فيها باس الانسان كل مره يطلع واحد الباب اليوم باب غدا باب وغدا بعد غدا باب ما فيها والو اي ماشي عيب الانسان يحمي راسه بالاطلاع على والتسلح بالقانون راه مزيان يعني واحد فيها واحد يعني ملاعه كتعطي وكنعطيك واحد ثقافة يعني ملكة ومعني هذا مهم جدا الإخوان اللي كيشتغلوا في الإعلام الجهوي الإلكتروني وحتى الإعلام الجهوي سميتو الورقي خص إنسان باش ما يوصلش للقضاء لأنه دابا يعني مشاكل ديال القضاء كثير واحد العدد الناس عندهم ماشي قضايا في القضاء علاش لأنه ما كاينش واحد التسلح بالقانون وإنسان تيدير مثلا تنشر دعاءات يعني كاذبة بعد ما كينشر أخبار غير صحيحة ما يمتأكدش منها يعني خص الإنسان دائما يلتجأ مثلا مصادر متنوعة مثلا واحد شخص مثلا شخص مثلا في جامعة ترابية أعطاك معلومة أو رئيس جمعية ولا مزيان تأكد مثلا بالأشخاص آخرين جوج أو ثلاثة المعلومات وفاش كذا كنعطي واحد خبر عنده مصداقية علاش انت باش كتاخذ مصداقيه تال المنبر ديالك تاخذ مصداقيه وباش كياخذ المنبر مصداقيه الناشر والصحفي حتى هو تاخذ مصداقيه ما فيها حتى شي مشكل فهمتيني وانسان الدعم ياخذ الطرق القانونيه كاين اولا حنا كنديروا واحد معركه مع الحكومه اساس انه ما يبقاش اربعه الصحفيين يصبح صحيفه الكترونيه جهويه يقول لي جوج والحكومه يعني فتح لنا باب النقاش هذا كذلك بالنسبه للفتح يعني الصحيفه الجهويه تلتجا الجهات الترابيه الجهويه المجالس الجهويه المجالس الاقليميه بواحد الطريقه قانونيه طريقه قانونيه ما كاين ابتزاز ما كاين لا بعشره ما كاين يعني الطرق القانونيه كاينه ولكن خص الضغط الطرق قانونيه الانسان يكون عنده واحد المصداقيه جريده تنشر مثلا كل قضايا تتعلق بالجهه كل قضايا الاهتمامات الانشغالات مشاكل ديال المواطنين بالجهه باش كتاخذ مصداقيه واكيد انه رئيس الجماعه
ولا رئيس الجهه ولا رئيس المجلس التحكيمي غادي يلتفت لك ويعطيك الدعم، ولكن ماشي مقابل انه زعما باش لا، لانك انت حاضر قوه في الجهه ديالك. هذه النقطه اللي خصني نتقاسموا معكم وشكرا. المهم انا غادي نحاول نجاوب على هذا السؤال ديال الى اي حد تضرر الكتاب من تراجع العمل الالكتروني والمعرض وما هي الافق، يعني هذا المشكل ديال ما هي الافق. هو الصحافه الالكترونيه افقها مفتوح، ولكن المشكل المطروح هو في الثقافه ديالنا حنا كمغاربه كاشخاص. حنا المشكل ديالنا مشكل ثقافي اكثر من وهو مشكل قانوني او مشكل، لان اولا بحال طرح الاستاذ باحث واحد الاشكاليه اللي كنعتبرها انا مهمه واساسيه، وهي ما هي الاستراتيجيات التي يجب ان نضعها من اجل تطوير العمل الصحفي، لان العمل الصحفي هو معادله تؤدي فعلا الى الديمقراطيه والى كما قال الى تطوير الفكر، لان ملي كندخل الى الجدل والنقاش فانا اطور الفكر، يعني لذلك فاننا نجد بان في قانون السمع البصري بان هي افرضت واحد المجموعه من البنود للتعدديه، التعدديه الثقافيه والفكريه والسياسيه، وهي تؤكد على جميع قنوات الاذاعيه والتلفزيونيه من تطبيق مبدا التعدديه سواء كانت سياسيه او اجتماعيه او فكريه. وانا غادي نعطيكم واحد البلاصه بحكم كنت كنشتغل في وزاره الاتصال وكنت مكلفه بكل ما هو وثائق ونشر والى اخره. كنت انا كنستقبل واحد المجموعه ديال الصحفيين المغاربه والاجانب. الصحفي الاجنبي ملي كيجي كيبغي يدير استجواب مع صاحب الجلاله او مع اي وزير من الوزراء او شنو كيطلب لي انا؟ كيقول لي الله يخليك اعطيني الخطط ديال صاحب الجلاله او اعطيني خطط السيد الوزير او اعطيني الاستراتيجيه اللي وضعها الوزاره الفلانيه في القطاع الفلاني. فهو قبل ما يمشي عند ذاك الوزير او عند ذاك المسؤول يطالع يعني بجد وجديه على مثلا المشاريع ولا الاقتراحات، لانه هو سيساعده انطلاقا لما يقوم به. في حين انا ما اتاسف في حين ان الصحافي المغربي انا ملي كيجي عندي تيقول لي واش هاد تيقول لي الله يخليك واش عندك شي ميل؟ كنقول له عندي كذا عندي كذا عندي الاستراتيجيه الفلانيه عندي، تيقول لي لا 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 انا ما قلتش انا ما قلتش داك الشيء انا قلت. كنقول له شوف راه انت باش تمشي عند ذاك المسؤول خاص تعرفوا بلا شنو كيدير وشنو كيقول، راه ما يمكنلكش انت عارف تكتب عليه وانت ما عارفوش شنو كيدير وشنو كيقول. وانا كنقول بان هذا الفكر وهذه العقليه اللي عند الصحفيين ماشي الكتروني فقط، راه الصحفيين المغاربه بصفه عامه، وهو انه يعتمد على ما يقال في المقاليد وفي الكواليس، يعني ما كيمشيش كيقول الفرنسويين اي نو سو دوكيمونت با، ما كياخذش واحد ما كيقلبش على الوثائق، كيقلبش على المعلومه، لانه زمان كيخصو داك الخبر يدير ديك الساعه ديك الساعه ينشرو ويدبر راسو. في حين انا كنقول كذا باش تخدم مع الصحافه الدوليه الصحافه الوطنيه، صحفي اجنبي انجليزي ولا امريكي ولا فرنسي لا يمكنه ان يذهب لاستجواب اي شخص دون ان يكون عنده اطلاع كبير على مثلا على ما يقوم به ذاك الشخص على الاقتراحات ديالو على القوانين الى اخره. في حين ان الصحفي المغربي عنده هذا المشكل الفكري انه لا يطلع مع الاسف، يعني انا كنقول هو انا اتحمل في المسؤوليه، يعني ما الا القليل جدا اللي كتلقاهم. انا كنعتبر الصحفيين اللي كيشتغلوا في الصحف الوطنيه دابا هما حتى مثلا شوفوا غير الحركات وخسر الحركات اللي مر بهم المغرب، يعني كتلقى يعني كيمشي البوز، ولكن انا لحدود الساعه كنلقى ان الصحافه المغربيه كامله بدون استثناء هذيك 16 صحيفه تقريبا كانوا متكامله، ما كاينش شي صحفي اللي مثلا بعد الحراك سواء ديال الريف او ديال الجنوب ولا كذا جلس ودار لي واحد المقال يعني اللي هو يعني مقال اللي فيه توضيحي ديال مثلا علاش وقع الحراك في الاسم ديالو في المشاكل ديالو علاش فيه مشاكل علاش الناس
السجنات الى اخره، شنو هو مسؤوليه الحكومه رئيس الجمهوريه، اسمح لي الى اخره الى اخره. هذا كنقول لكم علاش نقول انا هذا راه مشكل فكري، يعني مشكل ثقافي وفكري في نفس الوقت. وشكرا.